بيض الله وجهك. كفو والله. ايه تك. كفو سلم. هذا بتحطونه في السندوتشات. سندوتشات. هذه ما جا دورها تقلبها. أبو حزام أتحدى أحد يعرف إيش ده الصيدة. ما شاء الله شوف شوف الحمى. ضلعات. ذايبة ذايبة ذايبة. سم سم أبو ناصر سم سم. بقك أبو ناصر. بق. الحين الكفتة وكلها من صيدة واحدة أبو نايف. الله الله ما يحتاج. نعلمهم اليوم ولا بكره؟ بسم الله يسبحكم الله بالخير حبيبنا الغريب حياكم الله ورضا الخير. من اهم الحاجات في المقناص انك تصحى بدري قبل الفجر. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حق لا إله إلا الله. صبحكم الله بالخير يا الربع. في القهدان وين يا الربع؟ قهدان تقع حول الفرن. سلام الذيب عن طريق. يا مرحبا يا مرحبا. هلا هلا يا مال العافية. هذا فطور ولا وشون؟ ان شاء الله تبارك الرحمن. دقيقة دقيقة خليك واقف خليك واقف. الأخضر هذا اللي في النص وش هو ذا؟ والله هذا ما تتسكر بس فصلته. شلون؟ هذا قميش من قماش الحريم. تزود لي منه منه والغش حرب. يعني هذه إضافة من عندك اللي في النص. الله. فك فك خلينا نشوف حركة وياها. إيه هذه. إيه. هاي إضافة من عندك. سكر سكر رجال أمرك. يا مال يا ابن عيف على الحريبة. شدة تبارك الرحمن. قهوة يا مدير حرام. بس على رابع. أبو زايد. ترى نصور ولا لي محاضرة. العقل واحد من تحزمه ما شاء الله تقول بيسوي غارة. اقطع. بدون يبون عبد الله. جاهزين يا شباب. ناصر عسى مع سكينة. بشيلها عني ان شاء الله. ايه تك. كفو كفو. يا عبد الله
300 بس اصبر. لفت اثنين ايه. كفو بيض الله وجهك ما شاء الله. صبرت. اي نعم. 300 كم؟ هلا هلا هلا. كفو كفو كفو. طيب كفوك الطيب. كفو كفوك الطيب يستاهلون اخويانا. تعالوا ما استنى من الصبح. شرب الشحم شرب الشحم. المسافة 340 تقريبا. ما عليكم زود. كفو كفو بيض الله وجهك الله. شوف المسافة. بيض الله وجهك ابو ناصر. بيض الله يدك. كفو والله. شلون وصف الشعور الحالي اللي اصبحت وحشة. عطى السكينة. عطى السكينة ابو صقر. عطى السكينة. نرمي الكتف ابو صقر. عطى السكينة. عطى سكينة. بلاش ربيت. لا عطى الكتاب. عطى الكتاب يذكر. سكينة سكينة. عطى سكينة. الحين صدت ولا إيه؟ اي والله. سم سم. أيها الوحش يا شيخ. أيها الوحش والله تسنى حلم. سكند ون فروم ذا رايت. حطه في اليسار. Second one from the right. يمين 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 يمين. اليمن. مو في اليمن اللي قبله الأخير. اليمن. يلا بصقر. بيض الله وجهك. كافو والله. كافو. لا لا في دغدغة. كافو كافو يا أبو صقر. إي. يلا يلا. كافو. بيض الله وجهك. وجهك يا حبيبي. ما شاء الله سايد فاي. أبو صقر. هلا هلا. كافوك الطيب يا حبيبي. كافوك الطيب. الله تبارك الله. وين اللي يقول مو بسمين الصيد؟ شوف الشحم ما شاء الله ما شاء الله. شوف الشحم. اجمع اجمع. تاكل تاكل. خل ابو نايف يضبط لنا مع الكبسه. اي والله تكفي ابو نايف. العافيه. ما شاء الله على الثروب يا ولد. ما شاء الله. هذه تلقى سلاح متسدده. ما شاء الله. لا يطيح لا في التراب. القفله يا ابو نايف. ثانك يو رينينزو. المعذره اني اصور لكم المنظر بس بوريكم الشحم. كفو كفو ما شاء الله بعيد شوف.
المسار. كافو كافو يا ابو زايد. نادر وعلك نادر. صورته صورته بشري. تبارك الله. من قال؟ ما شاء الله. يا سلام، احنا في مكشاتنا واجهنا الزرافه. شوفوها شوفوها، الله يطول رقبتها طولها ما شاء الله. بس ما جفلت يا ابو زايد ليه؟ ما تقدر مسكينه توزده طويله. لا لا تصدق انها تصدق انها تصدق انها تناظر بدله ابو نايف. تناظر بدله ابو نايف. تناظر بدله ابو نايف. العافية. الله يعافيك. هذه قهوتنا ما شاء الله تبارك الله. شوف لون الحمسة. الله. شو متر القهوة يا شباب؟ الله الله. سلام على تخدية الشاي. زايد سم جيب العلوة عكس الضوء لا ينقدون عليك المتابعين. ان شاء الله ما في مناقيد. سلم سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. ولا تحلو القهوه الا مع الطيب. ما قصر ابو سعود المشعل جزاه الله خير. سلام ما شاء الله تبارك الله. سلام بالعافيه النشامه. الله يعافيك. الطيب والعلوم الطيبه والمكان الطيب والمحميه الطيبه والمناظر الطيبه. يا الله لك الحمد. الحمد لله اخوه الرجال الطيبين. فوق الطيب. بسم الله وتوكلنا على الله وإلى السكن. العشاء مجهزناك احتريكم يا شباب. لكن شعوركم أبو ناصر؟ والله شعوري صراحة الصحبة الصحبة والجو والجلسة الزينة. الله يقدرك. الربع شعوركم على السريع؟ ما شاء الله تبارك الله شيء خيالي. الجلسة والمكان والمميز والقمر. أبو أبو ناصر أبو نايف يشرح حصد. ما ودنا نمشي بس أبو صقر. أنا أقول لو معطينا الموتر مخلينا ندوج على كيفنا. لا 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 تدوج على كيفك أنت مشكلة. فوفو شعورك بالله؟ لازم نعيدها. أبشر أبشر. يعني لسه كان والشباب يجهزون العشاء. سم يا أبو زايد. يلا يلا. ها عسى ضبط. كل شيء جاهز. توكم بديتوا ولا تحتروني؟ لا ننتظرك. بسم الله. يا سلام. طبعا قاعد يجهزون هنا وبعدين بنطلع برا الشوي في الجلسة الخارجية. يعطيكم العافية يا شباب. والله والله اليوم ابو ناصر معكم. خلاص دخلت المجال ابو ناصر. يعني بتغطي على راشد. يا سلام. دقيقة دقيقة دقيقة. هذه وش؟ استيكات لحم. استيكات لحم. فتيلة الظهر. من فتيلة الظهر حيوان.
لا 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 هذا صدنا اليوم بس بكره بنزلكم صوره. ايوه بكره بنزلكم صوره. وهذه كفتته برضه. والله والله شوفوا اللحم كيف، شوفوا اللحم كيف. لا لا هنا معرق. ما بدك تفتحها؟ لكن يا جماعه اللي يقولون لحم الصيد يعني غامق، الصيده هذه لحمها فاتح. شوف الخبز ترى شيخ بالله. وش رايك ابو ناصر؟ والله شيء شيء عجيب. ها؟ طبعا هذا بيكون فتيله الظهر. وشو؟ ستيكات. كلام الان بلاخ. الان هذا نقعتوه في زيت. هذه ابو صقر تقول لحمه ايش؟ فتيله؟ فتيله الظهر. فتيله الظهر. ايش حطيتوا عليها؟ دقيناها، حطيناها فلفل اسود. احفظ احفظ ابو ناصر عشان تطبق. ملح وزيتون وكلي للجبل. يا سلام. طيب وهذه عاد بيشرحها لنا ابو نايف. ابو نايف هذه بصل وفلفل اسود فقط بس شوي يعني سمنة. ما تبي تغير الطعم؟ لا الله شوي. طبعا اللحم مفروم هذه جبنة وشوي بصل مقطع. نعم ما هو مفروم البصل مقطع صغير. طيب وهذه وشو له هذا؟ هذا عاد برقه في الاستيك. والله والله وش يقول ابو ناصر يعني اخسش يعني ابو ناصر ما عرفت الا هذه. وهذه وش هذه؟ جبنه صايدينها بلاستيك صايدينها الجبنه. يا حبيبي يا ابو ناصر عساك استمتعت اليوم العصريه. بالله ايش رايك في الاجواء؟ والله في الراس ما شاء الله يوم ما ينسى. المتابعين يقولون الديره هذه غير شكل. الديره هذه غير شكل. والله متعه الجلسه. اقول بالله انها شيء خيال. انا اكل جوازي والله. انتم اللي غير شكل. الله يسلمك. والله العظيم اني على مر هال 26 27 سنه وانا مع رجال ما جبت زيكم. الله يسلمك. ما عليك زود. لكن دائما دائما في الرحلات اختر الصحبه قبل المكان. صح صحيح. الواحد يا اخي ينام مرتاح مخدوم يعني شو وش اكثر من كذا. ما قصر هنا بالناحية الخدمة فايف ستار. لكن أنا أتكلم لو تيجي هنا مثلا خدمة فايف ستار وأصحابك مش على مزاجك وش بيكون؟ أبو حزام أنا قرست كثير ورحت مع ناس كثير زي المقناص ذا ما شفته. ما شاء الله تبارك الله. والله جلسة اليوم العصر تحكي العافية. أنا تعجبني والله. أنت تعجبني تعبيرك يا حبيبي يا أخي. فرحة غير واقع. والله يحبونك الألوان يا أبوي. صدق الألوان هذه شو تسوي؟ تخسر الكيكات اللي تشوف السناب. شلون تحملها؟ لكن تدخل سعادة صح ولا لا؟ كثرة بكل خلية يا شيخ. الحمد لله تنتعش. اسلم ايش تقول؟ اقول ابو نايف دخل المجلس في العالي اشغلتونا في اسوان. اي والله جوي عبونا. سلوم والى الفرن والى الفرن. انتظروا انتظروا. نعم. طيب وهذه معرقه صح؟ هذه المعرقه. يا سلام. طبعا على فكره الكواتم عندهم ما جبتها انت معك. ما شاء الله يا ولد لقيت بي انه دلع وشغل وعزب وامور كلش. والله دقيقه. اخر 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 هذا الشريح القفور. انتظروا هذا باذن الله بينزل حلقه في اليوتيوب. هذا هذا يقول ابو نايف تضبط لنا عليه. ابو نايف رقيقه رقيقه. طبعا وش حطيت عليه؟ ملح بس فقط فقط. نعم. ابو ناصر تصدق تاكل ابو ناصر سبلاوي؟ لا شوف شوف يقوم يقرب. يعني ما قد اكلت في الفنادق المقدد الجنة. هذا هو. لا في الفنادق ما قد اكلت له فيه. لا 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 لحم مقدد. طيب كل الحاضر والموعودين فيه ان شاء الله باذن الله. هذا لحم مقدد ابو هذا هذا هذا. اصبروا يا جماعه. فواز وينه؟ فوفو ما عليه. هذه هذه لحظه تخلوه مع النفس يرتب اموره وبيجي. ايوه بس مشان على الفضاء ويا الربع. بسم الله. شوف على قولتهم الاستكنان عند فوفو اكيد بيلقى الحين مشغل التلفزيون قاعد يتفرج. وثائقية حكتا هلا كيف الاستكنان؟ ها؟ اشوف الضبعة. طيب اخي انت في افريقيا ايش تقدر تضرب التلفزيون؟ ولا مستمتع بس؟ مستمتع الاستكنان. بالله وش رايك في جو اليوم العصرية؟ والله لازم نعيد هذه. لازم المفروض كل يوم كشتة العصر. وش سويت؟ نثرت همومك؟ وين؟ نثرت همومك. اي والله يا اخي يقولون مسوي ثقل صح؟ لا استحي. وانت بالله ابو ناصر خلف الكواليس كيف؟ مختلف يا اخي كلاسيك. ما احس الكاميرا. لا تمدحه بس الحين هو حياوي عند الكاميرا. بعد الكاميرا انا ابغى متابعين بس يشوفون كل يوم وش يلبس الرجال. طبعا الجلسه في الليل برا في العنه ما تفوت شيء خيالي. بسم الله ما شاء الله. أجواء برا تشوف النجوم وأصوات الطبيعة. والله تسمع أصوات طيور وأصوات حيوانات لأن السكن أصلا وسط المحمية.
لكن بالنسبة للمفترسات ما فيه. بسم الله ما العافية ما العافية ما شاء الله تبارك الرحمن. يا مرحبا. هلا هلا. طبعا هذا مستخدمون الظهر للشواء يستخدمونه. هناك طاولة للتحضير. هذه زاوية الملايين الأفريقية. لازم نجرب. ما شاء الله. تأثر الحطب بمال غنيمة. نبي ديرة الحطب. يا ملعب. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه كثيرة الظهر. والله الله. طبعا طرقتوها طارق بالمطرقة حق الأكل. نعم. وبعدين حطيتوا عليها زيت. فلفلات وجبن. يا سلام. ما شاء الله تبارك. وزبدة. يا سلام. تحت. هذه والله الصيدة يا ولد. شوف الكفته. شوف الكفته. يا سلام. بس حسب بنايه ما يعلموا الصيدات نبي. سلام. اسحبها خلينا نشوفها. طلع شوي بنايه. سلام. لا هذه والله الصيدة يا ابو زايد. تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. سلام. هل بتحطونه في السندوتشات؟ شيء على قولتهم حمش يوكل حمش. طبعا هذا اللي يبغى البرجر. وهنا معرق اللحم. ما شاء الله. شوف اللي نكب علينا بناء. شوف هذا والله الصيدة. ما شاء الله تبارك الله. بصقر يا مال العافية. ترى نبغاه ميديم ولدن يعني لا تسوي زيادة يعني. أبشر زي كذا. هذا صيدة صيدة. أيوة بس 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 زي هذا. بس اقلب هذه ما جا دورها تقلبها. يا سلام. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا العشاء جاهز. هذا البرجر وهذا المعرق وهذه الكفتة يا مال العافية. وهذا وش ابو نايف؟ هذا لا هذا الصوص حقك اللي تحبه. يالله صب شوي هنا. صب شوي هنا خلينا نشوفه. يا مال العافية. بس 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 لازم تعطينا الطريقة. هذا بالفطر والكريمة. بالكريمة ايوه. وفلفل اسود ولا. يا مال العافية. بسمنة. بس بسمن. سمنة. الله. سلام ابو حزام. اتحدى احد يعرف ايش ذا الصيدة. ما شاء الله. شوف الحمل. ضلعات ذايبه. سم ابو ناصر. سم بقك ابو ناصر. بقى الحين الكفته وكلها من صيده واحده ابو نايف. الله ما يحتاج شيء. ضلعات شيء. نعلمهم اليوم ولا بكره؟ شوف ابو ناصر. ابو ناصر واضح اللي شو اسمه اللذه.